بتنظيم من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، انطلق معرض البحرين الدولي للطيران 2024 النسخة الثانية من المنتدى الفضاء، وهو حدث رئيسي يجمع الخبراء وقادة الفكر من قطاع الفضاء. المنتدى استعرض خلال الجلسات القوانين الفضائية كأداة لتنفيذ الأطر القضائية على المستويين الوطني والدولي، حيث أكد المشاركون أهمية إنشاء قوانين فضائية شاملة وتشكل صناعة فضائية مسؤولة ومستدامة على المستويين الوطني والدولي، فيما تمت مناقشة سبل استخدام الفضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. وبهذه المناسبة قال الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الوطنية إن استضافة النسخة الثانية من منتدى الفضاء تعد فرصة لدمج وجهات النظر المتنوعة وإلهام الابتكار وتحفيز الجهود التعاونية اللازمة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص اللامحدودة التي ينتهجها المستقبل في الفضاء. وخلال المؤتمر تم تسليط الضوء على جملة من التحديات التي تواجه الدول في إقامة إطار قانوني فضائي متماسك والاستراتيجيات التي يتم تنفيذها، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي في خلق إطار حوكمة موحد يضمن استكشاف الفضاء بسلام واستثمار موارد الفضاء والحفاظ على البيئة الفضائية على المدى الطويل. طبعا هاي المنتدى اليوم تم تنظيمه عشان نبين أهمية وجود قانون تشريع لقطاع الفضاء في البحرين، واحنا هاي الشيء حاليا نشتغل عليه على أساس ان احنا نصدق القانون وندخله حيز التنفيذ، ووجود الجهات الثانية ان يضيفون جانب دولي في الحوار اللي تم، ان ناخذ من خبراتهم ومن تجرباتهم هم في تحقيق وضع تشريع لقطاع الفضاء في البحرين. دورنا اليوم في هالمؤتمر نحن نستعرض تجربة دورة الإمارات في تطوير اللوائح التنظيمية والإطار التنظيمي لقطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. والحلو في هاللقاءات أن نحن نتبادل المعرفة ونتبادل التجارب في هذا المجال. فكل دولة اليوم استعرضت شو الخبرات اللي أو شو التجارب اللي هي مرت فيها وشو الدروس اللي مستفيدة منها وشو النصائح أو الدروس سيتعلمها للدول الثانية اللي حاليا قاعدة تطور قطاع الفضاء في الدولة. ونحن نشوف من منظورنا أن هاللقاءات أو هالمؤتمرات جدا مهمة من ناحية تبادل الخبرات وتبادل الكفاءات في هذا المجال. قانون الفضاء شغلة مهمة من العناصر البنية التحتية لأي قطاع، نحتاج عملية تنظيمية، أي واحد يدش في هالقطاع يعرف حقوقه ويعرف مسؤولياته ويعرف، ولازم يكون فيها عملية رقابية لهالقطاع للأنشطة، ويكون في عملية ترخيص بحيث أنه يضمن مثلا عدم تداخل أي الخدمات اللي يقدمها أي جهة، وطبعا هناك بيكون في رقابة، أي واحد يقدر يستخدم أي مكونات من هالقطاع لازم فيه عملية ترخيص وعملية تنسيق مع الجهات المختلفة.